تلفزيون وطنية يتمنى لكم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين، مع قانون جديد من قوانين التغيير الرمضانية. وقانون اليوم بعنوان قانون غداء الصائم المبارك، أو ما نسميه السحور، برعاية معهد وطنية ميديا للتدريب الإعلامي. رمضان رمضان رمضان. اعلم عزيزي المتابع وعزيزتي المتابعة أن السحور ممنوع في الديانات السابقة كديانة اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون بأن الصيام هو نوع من أنواع التعذيب للبدن، فلذلك لا يتسحرون. أما في الإسلام فإنه حثنا على السحور، وأكد عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. كلمة بركة سؤال يحتاج منا إلى وقوف عنده. كلمة البركة 4 حروف. أول فائدة سأذكرها لك أن السحور به يصلي الله جل وعلا عليك، وتصلي عليك الملائكة. اسمع للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يصلي الله عليك بأن يثني عليك في الملأ الأعلى، وتصلي عليك الملائكة بأن تستغفر لك من الذنوب والمعاصي. أما الفائدة الثانية للسحور فإنها مخالفة لليهود والنصارى، واسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: فصل وفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أيضا فائدة رائعة للسحور أنه طريق يوصلك إلى الوقوف بين يدي الله في صلاة الفجر، فمعظم المتسحرين يوفقهم الله جل وعلا لصلاة الفجر وصلاة الصبح. أما الفائدة الأخيرة فنفسح المجال فيها للأطباء، يقولون لنا بأن السحور يحافظ على نسبة السكر في الدم، كما أنه يمنع الصداع ويمنع آلام الرأس بسبب هذه الأكلة المباركة الطيبة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. مع صفقة رمضانية رائعة اليوم أتحدث معك اليوم عن صلاة هجرها الكثير، وصار أنين الفجر نسمعه يوميا، ألا وهي صلاة الصبح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وحفظه. تريد حماية في أهلك، تريد حماية في صحتك، تريد حماية في وظيفتك، في أموالك، عليك بصلاة الفجر. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، واجعل قيامنا قيام القائمين. رمضان 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 رمضان. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.